بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أصحاب السعادة، السفراء، السادة رؤساء الأحزاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة وفريق مشروع النهضة، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت نسعى فيه جميعاً لبذل أقصى الجهود لتحويل الرؤى والأفكار إلى عمل ملموس ونماذج نجاح حقيقية نستطيع من خلالها أن نضع أقدامنا على أول طريق النهضة. ولا شك أننا عندما نتذكر النجاح وتجارب النهضة فلا بد أن يتبادر إلى أذهاننا تجربة فريدة، وهي تجربة ماليزيا، والتي شهد لها العالم أجمع بأنها من أنجح تجارب النهضة. وإذا ما ذكرنا ماليزيا وتجربتها فمن البديهي أن نتذكر صانع هذه النهضة ومهندس نهضة ماليزيا الدكتور مهاتير محمد، الذي أصبح بفضل ما حققه لبلاده نموذجا للرائد استطاع أن يحول الحلم إلى حقيقة. نشرف اليوم وفي هذا المؤتمر أن يكون معنا هذا النموذج، والذي يعد من رواد صناعة النهضة في العالم، بل ذهب البعض إلى تسميته رائد النهضة في القرن العشرين. لنستمع منه إلى ملامح هذه التجربة وعلامات النجاح المضيئة التي مهدت لكي تتبوأ ماليزيا مكانة عالمية في النهضة والريادة. أرجو أن تكون هذه فرصة حقيقية لكي نستفيد جميعا من دراسة هذه التجربة والوقوف عند محطات النجاح التي حققتها، لنضيف إلى خريطة المعرفة لدينا محطة نجاح تلهمنا كما ألهمت غيرنا في صناعة نهضتنا وانطلاقتنا إلى آفاق أرحب، لنحقق لمصر الحبيبة ما نصل إليه جميعا من عز ورفعة. رحبوا معي بالدكتور مهاتير محمد. In the name of Allah, peace be upon you all. بدأ ذي بدء أود أن أشكر السادة المنظمين على تلك الدعوة الطيبة لكي أتحدث إليكم عن خبراتنا في إطار تطوير بلدنا ماليزيا. في حقيقة الأمر إن ماليزيا تختلف عن مصر إلى حد ما، فنحن دولة صغيرة إذا ما نسبيا، وعندما قمنا بالاستقلال أو حققنا الاستقلال كنا 6 ملايين شخص وحسب، ولكن هؤلاء 6 ملايين في ماليزيا قد يقسمون إلى 3 أقسام، منهم الماليزيين المسلمين الأصليين وبمعدل 60% من إجمالي السكان، ولدينا أيضا مجموعة ثانية وهي مجموعة من الصينيين والذين يمثلون 26% من إجمالي السكان، ولدينا البوذيين وهم من البوذيين، ولدينا 10% من الهنود من الهندوس. ولذا كما ترون فإن هؤلاء الأشخاص أو تلك المجموعات ليست مجموعات متجانسة، وهذا يجعل الأمر ليس يسيرا علينا في إطار تحقيق السلام والأمن في بلادنا. وعلى الجانب الآخر فإننا أدركنا مبكرا أننا إذا لم نتمكن في بلادنا أن نحقق السلام والاستقرار فلن نتمكن أبدا من تحقيق التطور والتنمية. ولذا فإننا قد قررنا في
إطار هذه المجموعات الثلاث قررنا أن نوقف أي حرب أو نزاع بيننا وبين بعضنا البعض مثل ما يحدث في كثير من الدول، وقررنا أن نتقاسم سويا السلطة السياسية وكذلك أيضا ثروات البلاد، وإننا اتفقنا على هذه النقاط. وبمجرد الاتفاق على ذلك تكون البلاد محققا لا الاستقرار، ومن ثم نتمكن من النقاش سويا حول خططنا المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية لبلدنا. وقد كان لنا دعم كامل من قبل الشعب، فمعظم الشعب في البداية كانوا يدعمون الأحزاب الرئيسية التي قد شكلت تحالفا أو حلفا كان يحكم ماليزيا. وأول هدف من أهدافنا التي كنا نصبو إليها هو أن نوفر فرص عمل لشعوبنا، لأننا عندما كان لدينا حققنا الاستقلال كان لدينا حوالي 60% من العاطلين من بين سكاننا، ولذلك إذا لم تعطيهم فرصة ليكسبوا قوت يومين فسوف يؤثر ذلك على الاستقرار وسوف يجعل هناك اضطرابا. ولذا فكان علينا أن نجد حلا لذلك الأمر من خلال عمليات تخصيص للأراضي الزراعية لهؤلاء الشباب أو هؤلاء العاطلين، وكذلك أيضا بذلك هم استطاعوا أن يحققوا لأنفسهم دخلا من خلال تلك الأراضي الزراعية التي خصصت لهم، لأنكم كما تعلمون أن بالنسبة لزيت النخيل في ماليزيا وكذلك أيضا المطاط ومثل هذه الزراعات فإنها تدر دخلا كبيرا، ولكن هذا لم يكن كافيا لامتصاص أو لاستيعاب كافة العاطلين، وكان علينا أن نجد حلا آخر لاستيعاب الباقي، وكان علينا أن نجد حلا لهذه المشكلة. ومن ثم كان لابد من أن يكون هناك إطارا صناعيا أو تصنيعيا لاستيعاب تلك العمالة المعطلة، ولكن المشكلة هو أننا لم تكن لدينا معرفة حول الصناعة، لم نكن نعرف كيف نعمل أي شيء أو نصنع أي شيء يحتاجه السوق، لم يكن لدينا رأس المال، لم تكن لدينا الخبرة في كيفية إدارة عمليات التصنيع أو الأمور الصناعية المختلفة، وكذلك أيضا لم تكن لدينا مهارات إدارية. ومن ثم تبين لنا أننا علينا أن نستعين بخبراء أو مستثمرين من الخارج ليستثمروا برؤوس مالهم لدينا في تصنيع البضائع أو السلع على الأراضي الماليزية، وكان الهدف من ذلك هو أن نوفر فرص عمل لأبنائنا. ولذا فكافت الصناعات دعونا صناعات معينة قد أتت إلى بلداننا، ولكن كافت هذه الصناعات لابد أن يكون هدفها الأول والأخير أو أكبر أهدافها هو العمالة، ومن ثم لابد أن تكون كثيفة العمالة، ولذا فإننا قد خلقنا لهذه الاستثمارات بيئة جاذبة لهم ليستثمروا أموالهم في بلداننا. ولذا فإننا سمحنا لإجراءات من الإعفاء من الضرائب تستمر لعشر سنوات، وكذلك أيضا زودنا المناطق المختلفة بالبنية التحتية من مياه وصرف صحي وغيره، وكذلك أيضا سمحنا للمستثمرين أن يأتوا إلينا برأس مالهم أو حتى من الاقتراض من البنوك المحلية ليتمكنوا من إنشاء مصانعهم على أراضينا. ولذا فإننا قد اخترنا صناعات الإلكترونية، لأن الصناعات الإلكترونية تتطلب الكثير من العمل اليدوي، ومن ثم فسوف يكون هناك المئات من العاملين أو ربما آلاف العاملين في كل مصنع من هذه المصانع ممن يقومون بالعمل في هذه المصانع بأيديهم، وسريعا سوف تتمكن هذه العمالة الماليزية من اكتساب المهارات لكي تقوم بالعمل على الانتاج في اطار الماكرو الكترونيك او خصوصا ما يسمى بالماكرو تشيبس او الشرائح التي تسمى بالماكرو تشيبس، واننا في ماليزيا مشهورين بهذا النوع من الصناعة والتي ينتجها ابناؤنا او الماليزيين، التي كانت في البداية يتم انتاجها من قبل المستثمر الاجنبي وحسب. ولذا فكانت استراتيجيتنا كانت استراتيجية مقبولة،
وحاليا ليس لدينا أي عمالة معطلة، إننا لدينا الكثير من المصانع والمصانع تحتاج إلى عمالة، وليس لدينا عمالة بل وإننا نستورد العاملين أو نستقطب عمالة وافرة من الخارج. ومن ثم فمشكلتنا الرئيسية المتمثلة في تعطل الشعب أو تعطل الناس قمنا بحلها، ولذا استطاع الجميع أن يحقق لنفسه دخلا كافيا لكي يحصلوا لأنفسهم على ما يمكنهم من الحصول على الملبس والمأكل والمأوى، وهذا ما حقق لبلداننا الاستقرار، لأن الناس الذين يعملون يودون أن تكون بلادهم بلادا سالمة آمنة مستقرة، لأنه إذا لم يكن ذلك هو الحال فلن يتمكنوا من العمل، ومن ثم فسوف يخسروا قوت يومهم ويخسروا وظائفهم. ولذا هذه الطريقة التي انتقلنا بها أو تحولنا بها من اقتصاد زراعي وحسب إلى اقتصاد صناعي، وفي كافة أرجاء البلاد كان هناك الكثير مما نسميه بالمناطق الصناعية، والتي بها الآلاف والآلاف من العاملين الذين يقومون بأعمال يدوية ويقومون بإنتاج كافة المنتجات الإلكترونية المعقدة بهدف التصدير وليس بهدف الاستهلاك المحلي، والشركات لا تدفع أي ضرائب للحكومة، إننا لا نهتم في تحصيل الضرائب من الصناعات، لأن كما قلنا هدفنا الرئيسي هو أن نمكن تلك الصناعات من أن تخلق فرص عمل لأبنائنا، وتحقق العمل الكامل لكافة أطياف الشعب لدينا، ومن ثم أصبح لدينا استقرارا سياسيا، ولم يكن هناك أي إضرابات ولا مظاهرات في الشوارع، وأيضا نظرا لوجود بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار استطعنا أن نجتذب الكثير من الصناعات والمستثمرين الصناعيين إلى يأتوا إلى ماليزيا ويتكون لهم الكثير من المنتجات لدينا. وبشكل سريع تمكن أبناؤنا من تعلم كيفية الاستثمار في الصناعة وأن تكون لديهم قدرات صناعية. مصادر خارجية للاستثمار، ولكن لدينا مصادر داخلية أو محلية للاستثمار، ولكننا وددنا أن يتحصل شعوبنا على مزيد من المال وأن يحققوا المزيد من المكاسب، وإننا نعلم أن العمل اليدوي لا يعطيك الكثير من المال، ولذلك تحقق المزيد من الدخل عليك أن تقوم برفع مستوى مهاراتك لكي so that when the new high-tech industries come to Malaysia, our people were there to man the industries. And because high-tech industries give better returns, more value added to the investors, the pay given to our people increase. Today we have reached a stage where we have to move into IT industries which are more sophisticated and the earnings are much higher than mere ordinary industries. We may need to slow down. Oh, sorry. Is going on as I speak. Well, sorry, I'll speak more slowly now. These new industries involving IT, we need highly trained personnel. And for that, we set up schools and universities to produce the right kind of engineers who can man these new sophisticated high-tech industries which give a better income to our people. So as you can see, the progress of industrialization goes step by step, starting from mere assembly of things, which requires very little education, to high-tech industries, which requires higher skills and knowledge.
and then on to IT industries, which require even a higher level of education. بإقامة شركات الصناعات الثقيلة منها صناعة السيارات، قررنا أن نقوم ببناء سيارة وطنية، وكانت هذه السيارة الوطنية مهمة بالنسبة إلينا،
لأنها كانت تحقق طفرة في الصناعات الهندسية، وكنا نحتاج كثير من المهارات الهندسية إذا أردنا حقا أن نقوم بتطوير مجتمعنا أكثر وأكثر. يكمل معالي الدكتور مهدير في ويؤكد على أن الهدف من إيجاد هذا الكم الكثير الكبير من الوظائف هو إحداث حالة من الاستقرار في المجتمع، لأن المواطن يستشعر أنه له دخل جيد وعيشه كريم، فلا يقدم على ما يخل ويكدر صف السلم الاجتماعي كما أشار الدكتور مهدير. ثم عاد ليستأنف حديثه عن التحول الصناعي في ماليزيا، وقال أيضا تحولنا من الصناعات الخفيفة إلى صناعات القيمة المضافة وإلى أيضا الصناعات الثقيلة، وتحدى وخص بالذكر صناعة السيارات، وتم إنتاج أول سيارة ماليزية بإنتاج محلي 100%. وقال أن السبب على في اختيار هذه الصناعة والتركيز عليها أنها صناعة تفتح آفاق صناعات هندسية مغذية كثيرة، فليس فقط أن تنتج سيارة بإنتاج محلي، ولكن تقطر وراءها العديد من الصناعات المغذية الهندسية. وأيضا كان هذا له مردود على طبيعة التعليم الماليزي والاحتياج إلى مزيد من المهندسين، وبالتالي تغير هذا التعليم أو تأقلم هذا التعليم مع الواقع المالي. Then we discovered oil. بعد ذلك اكتشفنا بأن أننا نحتاج استخراج البترول من البحار المحيطة بماليزيا، وكان علينا أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الإجنبية لكي تقوم بفتح المجال لاستخراج البترول. بعد أن حصلنا على هذا البترول قررنا أن نقوم بإنشاء شركة بترول وطنية، وهي تحمل اسم بتروناس، ولكنها لم تكن تحصل على أموال من الشركات الأجنبية. إنتاج وتسويق البترول الذي تقوم بإنتاجه. فيمكن أن نقول أن شركة تعمل في أكثر من 30 دولة منها مصر، كما أنها أيضا تعمل في مجال تسويق المنتجات المنتجات البتروكيميائية. إذا استطعنا بناء هذه الشركة القومية التي استطاعت أن تنافس شركات البترول الأجنبية. دكتور مهاتير then resumes his speech on industrial transformation in Malaysia. التركيز على هذه الصناعة ولم يكن هناك خبرات كافية لهذا، فتداعت أو دعت كثير من المستثمرين الأجانب ذوي الخبرة والمال لهذا السوق أو لهذا هذه الفرصة، حتى استطاعت ماليزيا مع الوقت أن تؤسس لشركاتها الخاصة للاكتشاف والتنقيب عن البترول، الشركة المشهورة بتروناس، واستطاعت أن تتولى زمام هذه الصناعة في ماليزيا ثم تنطلق إلى الأفق العالمي، وأصبحت الآن بتروناس شركة بترول عالمية لا تكتفي فقط بالتنقيب عن البترول في ماليزيا، ولكن في دول مختلفة من ضمنها مصر، ولم تكتفي فقط على مرحلة معينة في صناعة البترول، إنما اتجهت لكل مراحل اكتشاف وتصنيع وتكرير البترول، وهو نجاح طبعا يحسب للتجربة الماليزية. As the people begin for Malaysia, قد أصبح من الضروري بأن يقوم الناس بالعمل في مجال في مجالات الصناعية الجملة، كما
قام الناس أيضا بشراء السيارات لكي يضمنوا بأنهم يمكنهم الانتقال والسفر، فقررنا تحسين البنية التحتية. فأول جزء من البنية التحتية التي ركزنا عليها كانت توفير الكهرباء والمياه، وذلك لتلبية احتياجات أفراد الشعب. ثم بعد ذلك قررنا بمد سكك but with government support, government help to reduce the cost of the construction so that the charges made by the private companies to the people would not be too high. The spending power of the people increase as we gradually industrialize, and their demands for infrastructure could not be met by the government, and therefore we had to resort to privatization. We privatized many government functions as well as the construction of infrastructure like electric power supply, water supply, roads, railways, etc. These were turned to the private sector, but the government always supports the private sector so that they can make a profit from their investments by the government supporting them with low-cost loans, transferring some of the facilities to the private sector without charge, and generally lowering the cost of construction so that the private sector, by charging fairly low charges, fees for water or electricity, were able to make a profit from their ventures. The growth in the production of manufactured goods, زيادة عدد المنتجات المصنعة بالإضافة إلى زيادة إنتاج زيت النخيل والمطاط، كان يعني بأننا نحتاج إلى التركيز على عملية النقل. وقمنا ببناء المطارات الجوية والبحرية بالإضافة إلى الطرق، وذلك أيضا لحركة الاستيراد والصادرات. وكل هذه الموانئ الجوية والبحرية
تقوم بإدارة حجم صادرات واردات ضخم للغاية يتعدى الملايين. دكتور محاذر speaking about the further reforms that has been taken. من الموارد والمطارات أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص حتى تتم البنية التحتية الداعمة للتصدير والداعمة للترويج للمنتجات المحلية الماليزية. وبدأت هذه المنتجات أو بسبب توفر هذه البنية التحتية الداعمة للتصدير زاد الإنتاج وانتشرت منتجات ماليزيا في العالم. In the meantime, the provision of new roads resulted in towns growing all along the roads. On both sides of the roads, there will be new towns, new industrial estates. ومن ثم أصبح ذلك البديل للأماكن الجديدة منها أماكن صناعية أو أماكن سكنية للشعب وقد امتد ذلك بشكل سريع. Because of such new roads and new في نهضة أثناء نهضة النهضة الاقتصادية الماليزية واكبها وصاحبها حركة عمرانية على جانبي هذه الطرق فاتسعت المدن وانشأت مدن جديدة واتسعت أيضا المناطق الصناعية لأن هناك بنية تحتية تخدم هذه المناطق فكانت هذه أيضا أحد ثمار التركيز على تحسين البنية التحتية. وفي ذلك كله كان علينا أن نبقي على استقرار بلادنا وسلامها. وكما قلت لكم من قبل هناك ثلاثة مجموعات عرقية مختلفة موجودة في ماليزيا وهم مختلفون ومنفصلون عن بعضهم البعض. فالصينيون يعيشون في المدن والماليزيين في المناطق الريفية وأما الهنود فإنما يعيشون في الأماكن التي يتم فيها إنتاج زيت النخيل والمطاط. ولذا فكان علينا أن نجعل هناك اختلاطا بشكل أفضل أو مزيدا من الاختلاط بين هذه المجموعات وبعضها البعض مع الحفاظ على أو الإبقاء على أديانهم وثقافتهم ولغتهم. إننا لا نتدخل في ذلك ولكننا وددنا أن تكون البلد بلدا كاملة متكاملة. ومن ثم كان علينا أن نقوم أيضا برفع مستوى الماليزيين الأصليين لكي يكونوا أيضا في نفس مستوى دخل الصينيين الذين يعيشون في الأماكن الحضرية. لأنه عندما تكون هو كبيرة بين الأغنياء والفقراء وهنا في هذه الحالة ما بين الماليزيين الفقراء والصينيين الأغنياء فإن هذا سوف يكون فيه سببا أو مسببا للصراع. ومن ثم حاولنا أن نقلل من الفجوة الثروة بين مختلف الجوانب أو المجموعات العرقية. هذه التنمية وهذه النهضة كان لابد دائما أن يصاحبها إصرار من الحكومة وتعهد بالحفاظ على السلم المجتمعي إن صح التعبير وتعاون أطياف المجتمع الثلاثة المكونة لماليزيا الملايين والصينيين والهنود وحتى تكون هناك بيئة يعني من هادئة تنمو فيها الدولة. وقال تحدث أيضا أنه لا يمكن أن تتخيل سلم مجتمعي وهناك فارق كبير ما بين الملي القروي الذي يعيش في القرية في مستوى معيشة ضعيف ومواطنه أو يعني مواطنه الصيني يعيش في المدينة بدخل مرتفع ومستوى عالي من الحياة. مثل هذا الفارق الشاسع سيؤدي إلى توترات في المجتمع وسيؤدي إلى احتقان وسيؤدي إلى اختلافات لا يمكن أن يتم معها بناء وتنمية ونهضة. فكان هناك تركيز شديد على يتم الارتفاع مستوى المعيشة يعني طوائف الشعب المهمشة والقروية حتى يكون هناك بيئة اجتماعية صالحة لهذا الانطلاق الاقتصادي.